القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني. مرحبا بك سيد عقيل الرديني، حياكم الله، اهلا وسهلا. تحياتنا لك سيد عقيل. يعني لغاية الآن لا يوجد أي جديد على مستوى تفاهمات تشكيلة الحكومية، هل لديكم تصور عن الجديد وما الذي يعني تنويه أو تخطط له القوى السياسية الكبرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي الكريمة، تحية مشاهدي قناتكم. يعني لا يخفى على الجميع أن المرحلة صعبة وفيها تحديات كبيرة وفيها تحولات بالعملية السياسية أيضا كبيرة وخطيرة. نعم. لكن بالفترة الماضية كان هنالك يعني تفاهمات بين القوى السياسية، يعني الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والإطار التنسيقي من أجل يعني الإمضاء بتشكيل حكومة. نحن مثلا في ائتلاف النصر شددنا على أن يكون الأخوة في التيار الصدري ضمن يعني يشركون ضمن الحوارات، حتى إذا لم يشتركوا بهذه الحكومة يعني يجب أن يكون هنالك حوار مع الأخوة في التيار الصدري أو موافقة من قبل التيار الصدري حتى يكون هنالك استقرار نسبي، تستطيع الحكومة تأدية ما عليها من خدمة ينتظرها المواطن. وحتى في التعديلات مثلا القادمة أو الإصلاحات القادمة يكون هنالك من خلال الحكومة الانتقالية ومن خلال الحكومة القادمة والانتخابات المبكرة يكون هنالك الكثير من الإصلاحات. وفعلا كان هنالك أكو اتفاقات، ورغم ذلك مثلا نحن في ائتلاف النصر كان لدينا اعتراضات على بعض فقرات قانون أو وثيقة إدارة الدولة العراقية للمرحلة القادمة، والعديد من هذه النقاط اختلفنا يعني مع الأخوة في التيار في الإطار التنسيقي حول مستقبلها، وبالتالي السيد العبادي لم يوقع على هذه الوثيقة. نعم. وما زلنا ننتظر أن نتحاور جميعا من أجل أن يكون هنالك نعم استقرار نسبي حتى في الحوارات. و نعم سيد عقيل، يعني في نفس الوقت هناك أطراف من داخل الإطار تتخوف من تشكيل حكومة بغياب التيار أو الكتلة الصدرية. نعم، يعني بالمقابل من يدفع بعكس ذلك؟ يعني تعرفين سيدة الإطار هو ليس كتلة سياسية واحدة، وإنما مجموعة من الكتل نعم. السياسية منضوية تحت الإطار التنسيقي، وبالتالي كل كتلة سياسية هي لديها رأيها ورأيها محترم باعتبار أنها كتلة سياسية مستقلة عن الأخرى. لكن هنالك يعني لا شك يعني هنالك تباين في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي. وذكرت لك سيدتي نحن مثلا في ائتلاف النصر مع الحوار ثم الحوار مع جميع الكتل السياسية وحتى الأخوة في التيار الصدري، وإذا ما أرادوا الاشتراك في الحكومة تكون الأمور مهيئة، وحتى إذا لم يريدوا أن أو يطلبوا أو يشاركوا في هذه الحكومة القادمة يعني يجب أن يكون هنالك على الأقل أكو تفاهم لتمرير الحكومة للفترة الانتقالية. لأن اليوم يعني لا يعني يتصور أن هنالك تكون حكومة قادرة على تأدية المهام اللي عليها، وخاصة في ظل هذه المرحلة الخطيرة جدا. يعني نعم. اليوم هنالك لا توجد موازنة، وهنالك جفاف على مستوى البلاد في الجانب الزراعي، وهنالك كساد اقتصادي وتوقف أغلب يعني المعامل والمصانع الصناعية، هنالك حركة مشلولة أشبه بالاستثمار. إذا رغم يعني هذه التحديات يعني الحكومة تحتاج إلى استقرار من أجل الولوج في الحلول المناسبة لهذه المشكلات الكبيرة. وبالتالي إذا يكون هنالك يعني اعتراض من أي جهة سياسية مثل ما حصل يعني في المنطقة الخضراء بالفترة الماضية الأسبوعين الماضية كان خطير جدا، ولا تستطيع أي حكومة تأدية مهامها. لذلك نحن في ائتلاف النصر نركز على الحوار كمبدأ أساسي في التفاهم مع جميع الكتل السياسية ومن ضمنها الأخوة في التيار الصدري. نعم. لابد من الحوار حتى وأن هنالك خلافات، هنالك مشكلات كبيرة ومعمقة، لكن نتفاهم بالجزء اليسير منها
ونرحل الأمور الأخرى والغير قادرين على حلها في هذه المرحلة، نتفق على ترحيلها إلى مرحلة لاحقة، لكن علينا أن نتفق على مشروع في إدارة الدولة للمرحلة القادمة. طيب، نأتي على موضوع المرشح السوداني. يعني قبل الأيام ذكر أنه أبلغ الكتل السياسية بأن لديه مجموعة من ملفات الفساد وسيقوم بفتح هذه الملفات. يعني ما واقعية ما يتحدث عنه السوداني؟ والكل يعلم أن الكتل الكبيرة متهمة ولن تسمح له بفعل ذلك. يعني رغم أنه لم أفهم سؤالك، هناك تقطع في الصوت. نعم، نعيد عليك السؤال. يعني لا تعيدين السؤال. نعم. بالنسبة للمرشح السوداني، يعني قبل أيام ذكر أنه لديه مجموعة، وبلغ الكتل السياسية أن لديه مجموعة من ملفات الفساد وسيقوم بفتح هذه الملفات. يعني ما واقعية ما يقوله السوداني، وهل الكتل الكبيرة ستسمح له بفعل ذلك؟ سيدتي الكريمة، يعني لا أتحدث بصراحة كبيرة، يعني إذا لم يكن هنالك معالجة لمشكلات واقعية وحقيقية لا يمكن أن تنجح أي حكومة. اليوم هنالك يعني غضب جماهيري، وهنالك تظاهرات كبيرة، واليوم بات حتى المواطن البسيط يعرف المشكلات، يعرف أن هنالك نفوذ لدى الكتل السياسية، يعلم أن هنالك فساد، يعرف أن هنالك هدر بالمال العام. نعم. فأي حكومة قادمة إذا لم تنظر هذه النظرة والواقعية وفعلا تعالج هذه المشكلات لا تستطيع الاستمرار لفترة طويلة. لذلك نحن نشد على أيدي أي مرشح لرئاسة الوزراء القادمة أن فعلا أن يكون هنالك منهاج للإصلاح الوزاري في وزارته وفي كافة الوزارات الأخرى. إذا لم يكن هنالك عمل ممنهج بتقنين هذه المشاكل وتذليلها، وبالتالي وضع خطة طويلة الأمد، لأن الفساد لا يمكن أن يحل بين يوم وليلة. يعني عشرات المشاكل وتحديات وسنين طويلة، اليوم أصبحت هنالك تراكمات، وبالتالي يجب أن نضع خطة لمحاربة هذه الفساد. وبالتالي هذه الخطة تنظر إلى مصادر التمويل وتجفيفها أولا، ومحاسبة المقصرين للمرحلة السابقة، موضوع استرداد الأموال سواء داخليا أو خارجيا، وهذه كلها تحتاج إلى تنسيق يعني خارجي مع وزارة الخارجية. طيب سيد عقيل، الدول الأخرى اللي فيها أموال مهربة كذلك. نعم. يعني الأموال الداخلة ومحاربة الفساد داخلي. لذلك إذا ما أريد لأي رئيس وزراء قادم أن ينجح، عليه محاربة الفساد وإعلان ذلك أمام الشارع العراقي. نعم سيد عقيل، وإن وجد هذا الشخص وحاول أن يقدم ما ذكرته من تقديم ملفات فساد وغيرها، أو وضع حلول ناجحة لإقامة مشاريع استثمارية وغيرها من اللي يحتاجها البلد، لكن هناك من يؤكد أن هذه الحكومة المقبلة لن تدوم أكثر من سنتين. يعني ما أساس هكذا فرضيات؟ باعتبار الحكومة القادمة هي حكومة انتقالية لا شك، غير يعني قابلة أن تكون لدورة كاملة مثلا لمدة 4 سنوات. يعني أيضا ما راح تقدم شيء. مبادرتنا في نحن في ائتلاف النصر في 22 حزيران الماضي، عندما قلنا نذهب إلى انتخابات مبكرة وتكون هنالك حكومة انتقالية، باعتبار الأخوة في التيار الصدري اليوم هم خارج يعني قبة البرلمان، ولا يمكن يعني أن تستمر أو يستمر البرلمان بشرعية كاملة وهنالك 73 نائب كانوا يمثلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي وشريحة التيار الصدري، حتى وإن تم تعويضهم من الكتل السياسية الأخرى، لكن اليوم هنالك شريحة غير ممثلة في البرلمان. نعم. وهذا يعتبر نوع من عدم شرعية البرلمان بشكل كبير. لذلك دعونا إلى انتخابات مبكرة. الانتخابات المبكرة مهمة، تعطي رسائل إيجابية لعودة سريعة للأخوة في التيار الصدري من خلال الانتخابات القادمة. نعم، دعنا سيد عقيل نتحدث ونتكلم عن موضوع السيادة. اليوم باليوم الوطني العراقي، الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب 40 هدف من يعني من الأراضي العراقية وبالتحديد في كردستان بأكثر من 70 صاروخ وعشرات المسيرات. كيف تعلق وأنت قيادي في أحد الائتلافات المكلفة باختيار مرشح
الرئاسة وأيضا رئاسة الوزراء؟ يعني لا شك يعني ما قامت به القوات الإيرانية هو مستهجن ونستنكره ونرفضه بشدة، رغم أن هنالك يعني خلافات كبيرة في هذا الموضوع. ما قامت به فعلا هو خرق للسيادة، ولا يمكن أن نقبل أي دولة سواء تركيا، إيران، أي دولة أخرى أن تقوم بالاعتداء على الأراضي العراقية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا مهما تكون الظروف ومهما تكون الأسباب المؤدية إلى هذا الاعتداء. يعني حجة تركيا أن هنالك مجموعة معارضة في كردستان، وحجة إيران أن هنالك مجموعة معارضة في كردستان، لذلك هذه الحجج غير مقبولة. لكن في نفس الوقت يعني على حكومتنا سواء الحالية أو القادمة أن تحسم موضوع المعارضة اللي موجودة في شمال العراق أو في إقليم كردستان، فإنها تؤرق يعني السيادة العراقية وتضربهم بمقتل صراحة إذا ما استمرت بهذه الطريقة. فيجب وضع حد. نحن في دستور 2005 قلنا العراق يجب أن لا يكون ممرا ومقرا لأي اعتداء على الخارج، وبالتالي هنالك اعتداءات تصدر من الإقليم يعني من المعارضة التركية أو المعارضة الإيرانية باتجاه هذه الدول، وتقوم هذه الدول بالرد بالمثل، وهذا خرق للسيادة، فهذا غير مقبول من هذه الدول. يجب أن تتفاهم بشكل دبلوماسي مع العراق، وفي نفس الوقت يجب أن تكون حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تكون حازمة في هذا الوضع من أجل عدم يعني ضرب أي دولة جارة من داخل الإقليم أو عمل تخريبي إجرامي ضد هذه الدول. نحن يعني لدينا علاقة طيبة مع تركيا، لدينا طيبة مع إيران، لكن هذه الخروقات تسيء إلى سيادة العراق وتسيء إلى علاقة بين البلدين والجارين. ولذلك هي دعوة إلى الحكومة أن تضع حدا لهذه التصرفات من داخل الإقليم، وكذلك أن تضع حدا للاعتداءات الخارجية على الحدود العراقية، وهذا واجب الحكومة الاتحادية بمساعدة الأخوة في حكومة إقليم كردستان، وأيضا من واجبها أن تحافظ على أرواح المدنيين والأبرياء. شكرا لك سيد عقيل الرديني القيادي في ائتلاف الشعب النصر، شكرا لك. إذن النشرة مستمرة وفيها